عائلة لطيفة دمها خفيف، فيها بتحصل شوية أحداث وملابسات ومشاحنات مع بعض الشخصيات اللي فيها. أنا بعمل دور نجلة مرات شينو، بيطلع عيني وبطلع عينه وبس كده. يا ربي خليكي، مرحب بيك انت. مليون مبروك يا قمر، موضوع عائلي. الله يبارك فيك. تفتكري هقول لك الموضوع العائلي؟ هي عيله لطيفه دمها خفيف، فيها بتحصل شويه احداث وملابسات ومشاحنات مع بعض الشخصيات اللي فيها. انا بعمل دور نجله مرات شينو، بيطلع عيني وبطلع عينه وبس كده. يعني في ضرب مشاكل زوجيه؟ لا، ضرب تاني. لا، هو انا ايه يعني؟ لا، هنا الحمد لله ما فيش ضرب، هنا الموضوع لايت. احلى تعامل في الدنيا واحلى كواليس. هو على المستوى الشخصي والفني لسه بقول خطير 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 خطير. يعني من حظي الحلو حقيقي ان انا اتعرفت عليه واتعاملت معاه واشتغلت معاه. الا انا عامله كارثه، يبقى اصلا الدنيا كلها مقلوبه عليكي. الحمد لله. شايفه ان انت حقي جالك بالقلم اللي انت فاتيه ده؟ حقي جالي ايه؟ ما هو مات يا حرام. الالم الالم كان قوي، بس يعني رد الفعل على الالم خلاني اتغاضى عن الالم نفسه. بجد ولا ايه؟ مش هقول لك. كنت شاركتي في مسلسل الدايره ودلوقتي يبطل اصلا في المسلسلين، ما كانش ليها نصيب في الحرب ده صدفه ولا سوء حظ ولا ايه؟ تفتكري انت ايه معمول لها عمل في الدراما؟ لا، هي كانت فيبقى الاثر ليها نصيب في الحب، وكان بيحبوا بعض جدا هما الاثنين. هي المشاكل كلها من الحما، انما غير كده هما كانوا بيحبوا بعض جدا. يعني شفتي ازاي الموضوع يبقى الاثر ان هو في اكتر من مسرحيه؟ ده بالنسبه لي انا شفت ان ده حاجه مهمه جدا، وعشان كده كنت حابه ان انا ابقى بشتغل في العمل ده والاعمال اللي بتناقش قضايا مرأة عامه وقضايا حياتيه موجوده في بيوت حوالينا كتير. فانا كنت حابه ان انا اكون جزء من الكلام ده. اعتقد انها مهم جدا وعمل مهم وبيطرح قضايا مهمه. اتمنى انها توصل للمسؤولين ويكون ليها صدى حلو عند الجمهور ويكون ليها حلول يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. عندك الجديد الفتره الجايه؟ الجديد هيبدا عرض موضوع عائلي اهو، ولسه مخلصين تصوير اللي انا امبارح. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. والمفروض ان يبقى في فيلم يتعرض في الموسم الشتوي ان شاء الله، اسمه تقريبا اسمه 30 يوم لو ما اتغيرش الاسم. هو فيلم رعب 3D، اول فيلم 3D في مصر. معاكي في مين؟ كاست كبير قوي، انا خايفه انسى اي حد. هو بطوله دينا الشربيني واحمد داوود ومحمود عبد المغني واحمد زاهر و استاذه نيهال عنبر، فدرة، نهى عبدين. بصي كاست كبير كبير كبير، فيلم كبير قوي قوي قوي. انا بس احنا مخلصين تصويره من فتره، فانا مش عايزه اكون نسيت حد. هو انتاج وقصه واخراج استاذ وائل عبد الله. ده جميل جدا بقى. ده جدا جدا من حظي الحلو الحمد لله. اتمنى لك التوفيق. ده لازم. سيدة تستشير كل التوفيق. ربنا يخليك.